السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد الخضري من ماكس في ليرن. في المحاضرة الماضية أخذنا برزنتيشن، وهذا البرزنتيشن شرحنا فيه الكوميت والسيف بوينت والرول باك، وشرحنا فيه بعض الأمور مثل التابل أو الرو لوك وإلى آخره. اليوم سنطبق هذه الأمثلة بالتطبيقات العملية. أنا قمت بعمل كيسز حالات، وهذه الكيسز عددها 7 حالات. هذه الحالة الأولى، وبين كل حالة وحالة وضعت خط كامل منقط لكي تعرف أن هذه هي عبارة عن كيس. إذا هناك كيس 1 until كيس 7، إذا في عندي 7 كيسز راح أشرحها اليوم. هاي الكيسز بتعبر عن كل الحالات للترانزاكشن. بديك تركز مزبوط على هاي الكيسز، لانه هاي الكيسز اذا فهمتها ما راح تواجه اي مشكله نهائيا. حتى حيكون عندك سكيلز اعلى من بعض البروجرامرز اللي صلهم سنين، لانه في بعض السكيلز ما بيعرفوها. الكيس الاولانيه، الحاله الاولى، doing some dml statements then doing comment. يعني انا بدي اقوم ببعض dml statement، بعد ما اسوي هاي dml statement راح اسوي comment. طيب انا قبل ما اسوي هاي dml statement، خلينا نستعلم عن موظفين. موظف رقمه 200 و201. select star from employees where the employee id in 200 201. جاب لي الموظفين، واحد راتبه 4500، واحد 13050. اذا هاي الموظف 200 وهاي الموظف 201. طيب انا بدي اسوي select star from departments. طيب ما في عندي departments رقمها 1. select star from departments where department id تساوي 1. طيب انا هلا بدي اقوم بمجموعه transaction او مجموعه dml statement. اول dml بدي اعدل الموظف لرقمه 200 ازوده 100. salary يساوي salary زائد 100. شو يعني salary يساوي salary زائد 100؟ يعني راتبه زائد 100. طيب انا سويت اول update، اعطاني هون 1 row updated. طيب الdml الثاني update employees، set salary يساوي salary زائد 50 where employee id يساوي 201. اي انا بدي اعدل الموظف لرقم 201 ازوده 50. هاي صار في عندي ايش؟ 1 row updated. طيب للترانزاكشن او الدي ام ال الثالثه، راح اضيف على تيبل الديبارتمنتس ديبارتمنت جديده رقمها 1 اسمها administration 2، المانجر اي دي تبعها 200، اللوكيشن اي دي 1700. اذا هاي انسر ستيتمنت راح انفذها. اذا صار عندي 1 row inserted. فأنا سويت DML statement. أوكي، سويت 3 DML statement. سويت أول شيء update، هاي 1 row updated. بعدين برضو update تانية، بعدين سويت 1 row inserted. طب أنا هلا لما أسوي commit شو بصير؟ لما أسوي commit كل ال DML اللي statement اللي سويتها أنا بيتم حفظها على database. إذن الكوميت تقوم بحفظ كل البيانات من أول DML statement سويتها. اذا لما اسوي كوميت بتنتهي الترانزاكشن، صار عندي هاي الترانزاكشن انتهت، كل هاي الجام ال ستيتمنت اللي سويتها تم حفظها. اذا اسوي كوميت. اوكي، اذا كوميتد. هلا لو استعلمت عن الموظفين اللي هو 200 و201، راح نلاقي انه طيب زاد راتبهم. هذا كان 4500 صار 4600، وهذا برضه زاد 13100. طيب هل الديبارتمنت اللي ضفته موجوده؟ نعم. اذا صارت الاداره اللي ضفتها رقمها 1 موجوده. اذا بشكل عام انا لما اسوي كوميت تنتهي للترانزاكشن، بتقوم بحفظ كل البيانات اللي قمتها. وضحت الصوره؟ طبعا انا لما اسوي كوميت هلا اليوزرز الثانيين اللي موجودين على سيشنز ثانيه بيقدروا يشوفوا كل التعديلات اللي انا سويتها. بس اذا ما سويت رول باك او كوميت، او عفوا اذا ما سويت كوميت، لسه اليوزرز الثانيه اللي بيكونوا عندهم سيشنز ثانية أو فاتحين سيشنز ثانية إلى آخره، لسه ما بيكونوا شايفين النسخة القديمة عن الموظفين، ما بيكونوا شافوا التعديل لأنك أنت لسه ما سويت كوميت. وضحت الصورة؟ طب هاي الكيس الأولانية فهمناها. الكيس الثانية بقول لك doing some DML statement then doing rollback. يعني أنا حسوي مجموعة DML statement بعدين أسوي rollback. راح أمحي، خلينا نسوي delete from departments where department id تساوي 1. بدي ألغي department رقمها 1، قال لي هاي 1 row deleted. طيب بعدين بدي ألحي الموظف لرقمه 1،
طبعا اذا كان الموظف رقم واحد مش مانجر، او انه هو مش مانجر على حدا، مش مدير على حدا، بتزبط، لانه ما في انتجريتي كونسترينت. الموظف رقم واحد هو مش مدير اي انسان، فانا لما اسوي له ديليت ما راح يتاثر، لانه المانجر اي دي عباره عن فورين كي سيلف جوين، هو عباره عن فورين كي يعود على نفس التيبل. المانجر اي دي في تيبل الامبلوي يعود على الامبلوي اي دي في تيبل الامبلوي، فانا هذا الموظف واحد راح امحيه، اذا انمحى صار عندي 1 رو ديليتد و1 رو ديليتد. اذا لغينا الاداره رقم واحد. طبعا الاداره واحد كمان التغت ليش؟ لانه ما في عندي موظفين على الاداره رقم واحد. لو كان في عندي موظفين بيشتغلوا في اداره واحد حيعطيني ايرور، بس هاي معلومات عشان اسوي لك ريفرش. طيب هلا صار عندي، لو بدي استعلم على الاداره رقم واحد راح الاقيها فاضيه، شايف؟ لاني سويت لها ديليت. طيب والموظف رقم واحد استعلم عنه راح الاقيه فاضي. طيب هلا انا لما اسوي رول باك شو بصير؟ When you do rollback, then all the data will be restored in 5 و 6. الداتا اللي بالكويري رقم 5، عفوا بالدي ام ال رقم 5 و 6 راح يصير لهم ايش؟ restored، راح ترجع مره ثانيه. شوفوا هلا راح اسوي rollback، ها rollback completed. اذا هاي الجمله وهاي الجمله rollback راح يرجعهم، بس اللي قبل ما راح يرجعهم لانك انت سويت هون ايش؟ commit. وضحت الصوره؟ طيب هلا نستلم عن ديبارتمنت رقم 1، الداتا رجعت مرة تانية. نستعلم عن الامبلوي رقم واحد، الداتا رجعت مرة تانية. اذا الرول باك تقوم بارجاع البيانات، طبعا بترجع البيانات لاخر كوميت. وضحت الصورة؟ طيب اذا الكيس الاولانية فهمناها، الكيس رقم 2 فهمناها، الكيس 3 هي عبارة عن statement level رول باك. شو معناها؟ انا لو بدي انفذ هذه سيلكت ستيتمنت بدي اجيب الموظفين اللي رقمهم 106 و107 وير الامبلوي اي دي ان 106 107 نفذها. اذا جابت لي هي الموظفين الاثنين، بدي اسوي ديليت للموظف اللي رقمه 106، اوكي قال لي 1 رو ديليتد. طيب بعدين بدي انفذ هاي وانفذ هاي. هلا الثانيه ديليت فروم ديبارتمنتس، هاي راح تعطيني ايرور. ليش؟ لاني انا ما راح اقدر امسح كل الدوائر، لانه في دوائر عليها موظفين، صح ولا لا؟ طيب نفذناها، اعطاني ايش؟ attempt to delete apparent key value that had a foreign dependencies. ما بتقدر تمحيها لانه في عندي تيبل الامبلويز فيه ديبارتمنت اي دي فورين كي يعود على التابل. يعني بقول لي انك انت كيف بدك تمحي الدوائر كلياتها، طب وفي عندي موظفين بيشتغلوا على هاي الدوائر، اذا حيعطيني ايرور. طيب هاي نفذت الاولى، نفذت الثانيه، نفذ الثالثه. الثالثه شو بتحكي لي؟ ديليت فروم امبلويز وير امبلوي اي دي 107، اذا مسح لي. طيب شو يعني ستيتمنت ليفل رول باك؟ هلا انا سويت 8 و9 و10، لما انا اسوي مجموعه دي ام ال ستيتمنت وحده من هاي الدي ام ال ستيتمنت تفشل، فان الاوراكل سيرفر يقوم بعمل رول باك فقط للسيلكت ستيتمنت التي فشلت. يعني انا 8 و9 و10، 9 صار فيها ايرور، اوراكل سيرفر بيسوي رول باك لها فقط لا غير. اما 8 و9 8 و10 عفوا الاوراكل بترك لك القرار انك تسوي لهم كوميت او تسوي لهم ايش؟ رول باك. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، ليش لما اسوي ما دام فشلت ليش بسوي رول باك لها؟ ايوه لانه الاوراكل سيرفر شو بسوي؟ بسوي زي ما تحكي كيرسر جوا داخليا، وبصير يبلش يمحي في الدوائر. اجا على الاداره الاولى مسحها، ما كان في مشكله. ليش؟ لانه ما كان في موظفين عليها، مسحها. اجا على الاداره الثانيه مسحها، اجا على الاداره الثالثه حاول يمسحها لقى انه فيها موظفين، مدام يعني في تيبل امبلويز في موظفين بيشتغلوا بهالاداره، فحيعطي ايرور. فشو حيسوي؟ حيسوي رول باك لهي الريكوردز. طبعا انت ما بتشوف هاي العمليه، الاوراكل بيسويها سيرفر انترنالي. فمختصر مفيد، لما يكون في عندك مجموعه دي ام ال ستيتمنت عم تنفذها، واحده من هاي الدي ام ال ستيتمنت فشلت لاحد الاسباب التاليه، انه ممكن يكون في عندي انتجريتي كونسترينت، او انه فيها خطا معين في السبلينج، وات ايفر، اوراكل سيرفر بيقوم فقط ب رول باك لهاي الستيتمنت اللي فشلت فقط لا غير.
اما باقي الستيتمنت فاوركل بيعطيك الخيار انك تحفظهم او تسوي لهم رول باك. فانا هلا اذا سويت لهم رول باك خلاص صارت رول باك، شايفينها تسوي رول باك، سويت رول باك يعني اني ايش، انه رجع لي رقم 8 ورقم 10 رجع لي اياهم. فهلا لو استعلمت عنهم راح الاقي الموظفين 106 و7 موجودين. وضحت الصوره؟ اذا هاي هي موضوع، هاي الموضوع بسموه statement level rollback. احفظ هذا المصطلح statement level rollback. طيب الكيس الرابعة كيس جدا جدا مهمة، وبروغرامرز كتير بيخطئوا بهاي المشكلة. بقول لك انا بدي اسوي doing some DML then doing a DDL او DCL statement. This make automatic commit. Make automatic commit يعني انا افرض في عندي بروغرامر عم بيحاول يسوي مجموعة DML statement. بعد ما سوى هاي DML statement راح سوى create a table، يعني حاول يسوي اي DDL statement اللي هي data definition language اللي هي create alter drop rename وtruncate. حاول يسوي اي اشي، او حاول يسوي DCL statement اللي هي the grant والrevoke. مادام انت سويت select state، عفوا سويت DDL statement او DCL statement، اوراكل سيرفر بيقوم بعملية الكوميت اوتوماتيكيا. طيب انا راح اضيف ديبا ادارة رقمها 1000 اسمها ديبت 1 على مانجر اي دي 200 واللوكيشن 1700، وراح اضيف 1001 واسمها ديبت 2 نفذ الاولى رقم 11 نفذناها تنفذت، قال لي 1 رو inserted. طيب بدي نفذ الثانية، اوكي قال لي 1 رو inserted. سويت كوميت؟ لا. سويت رول باك؟ لا. طب هلا انا بدي اسوي كرييت تيبل. سوى البروغرامر كرييت تيبل، قال لي تيبل تيست تيبل كرييت. انا سويت تيبل اسمه تيست اندرسكور تيبل، فيه بس امبلوي اي دي من نوع نمبر وفيه نيم من نوع فار كار. اذا بنيت انا تيبل مكون من 2 كولوم، واحد نمبر وواحد فار وفار كار. هلا شو بصير؟ ناو ايفن اف يو ديد رول باك ذا دي ام ال 11 اند 12، يعني دي ام ال رقم 11 و12 committed by Oracle implicitly، يعني قلنا implicit يعني Oracle server بيقوم بعملية ايش؟ الحفظ. طب حتى اللي سويت rollback هلا، حتى اللي سويت على الفاضي، شايفين هي rollback completed. هلا استعلم على الإدارة رقم 1000 و1001 راح تلاقيهم موجودين. إذا هاي المشكلة البروجرامرز مرات بيكون عم بيسوي مجموعة DML statement، طبعا هاي بتكون internal على database، وبالغلط بنى تيبل عشان يسوي له لأشياء معينة، انه يسوي temporary table يدخل فيه record whatever. فهو يعني اللي DML statement سواها ما بده، مش قاصد انه يحفظها، بس مدام سوى DDL statement او data control statement اعرف انك انت كل الاشياء اللي سويتها الاوراكل سيرفر قام بحفظها، فبدك تكون مصحصح. وصلت المعلومة يا شباب؟ اذا اي دي دي ال ستيتمنت او دي سي ال ستيتمنت اوتوماتيكيا الاوراكل سيرفر بيقوم بحفظ البيانات. طيب الكيس رقم 5 اللي هي السيف بوينت. طبعا السيف بوينت يا شباب استخدامه قليل جدا، يعني بس انا بدي اعطيك فكره كامله عنها. انا خليني استعلم عن الموظف اللي رقمه 108. الموظف 108 اسمها نانسي، راتبها 12028. طيب انا بدي اسوي ابديت للموظفه نانسي، ازودها 10، ازودها 10. هاي سوينا لها ابديت، شو اعطاني؟ قال لي 1 روز ابديتد. هلا بدي اسوي سيف بوينت اسمها ايه، هاي سيف بوينت ايه. سيف بوينت السنتاكس تبعها بكتب كلمه سيف بوينت بعدين بعطيها اسم، سميها ايه، سميها بي، سميها سي، وات ايفر. اذا هون انا سويت علامه معينه لحاله الداتا في هذا الوقت، اوكي. اذا انا بسوي علامه للاوراكل سيرفر بقول له احفظ لي حاله الداتا في هذا الوقت. طبعا السيف بوينت ما بيسوي حفظ للبيانات، لا انتبهوا، لازم انت تسوي كوميت او رول باك حتى ايش تسيف بشكل عام او تروح، بس هون عباره عن بوينتر معين. طيب انا بدي استعلم عن الموظفه اللي رقمها 108. هلا شو صار؟ صار راتبها 12038، ماشي. اذا خلينا ناخذها على اكسل شيت، ها
إذن هون سويت سيف بوينت قديش؟ رقمها إيه. طيب قديش كانت أول شيء؟ كانت 12000 وكم؟ وعشرين 28 مزبوط؟ طيب إذن هاي البداية، كانت نقطة البداية. بعدين أنا سويت سيف بوينت اسمها إيه مزبوط؟ طبعا إيه كابيتال لأنه هاي بتفرق معنا الكابيتال والسمول. هاي سويت سيف بوينت، خلينا نحطها هيك باللون الأخضر وتحت الصورة. طيب هلا أنا سويت، بعد ما سويت السيف بوينت قلت له أبديت الإمبلويز، زود لي إياه 20، زود لي إياه 20. قال لي 1 رو أبديتد. طيب استعلم عن الداتا، هلا صارت الداتا كم لنانسي؟ صارت 12058. شوفوا، إذا أنا عندي البداية إنه كان الموظف راتبه 12028، سويت زودته 10 وأعطيته سيف بوينت معينة سميتها A 12038. بعدين سويت أبديت مرة تانية زودتها 20 صارت 12058 صح؟ هلا أنا ممكن أرجع الداتا للبوينت اللي بدي إياه، بقول له رول باك تو سيف بوينت، هي كلها عبارة عن إيش؟ ريزيرفد وورد، كلمة محجوزة من أوراكل. بقول له رول باك تو سيف بوينت A، شو بسوي؟ شوفوا، قال لي رول باك كومبليتد، فراح يرجع عندي لحالة الداتا لهون لهذا الشكل لهون. فهلا لو استلمت عن الداتا شو حلاقيها؟ حلاقيها 12038. شايفين؟ اذا الرول باك تو بوينت، الرول باك اول شيء سيف بوينت A، لما سميت سيف بوينت راحت سوت لي مؤشر حفظت الداتا بهاي الريزلت وسمتها بوينت معينه، ما حفظتها بس سوت عباره عن زي ما تحكي مكان خزنت فيه حاله الداتا في هذا الوقت او في هذه الحاله. بعدين سويت مجموعه ترانزاكشن ما عجبتني هاي الترانزاكشن، بدي ارجع لاول سيف بوينت سويته، فبقول له رول باك تو سيف بوينت A. فهلا لما استلمت عنها صارت 12038. هلا انا اذا سويت كوميت بصير عندي كوميت لها لهون بهاي الحاله، وضحت الصوره؟ اذا هلا انا بسوي كوميت صارت عندي الكوميت كومبليتد. فلما اقول له سيلكت ستار فروم امبلويز وير الامبلوي اي دي يساوي 108، اذا صار عندي ايش؟ حفظت البيانات اللي هي 12038. وضحت الصوره بكل سهوله. طبعا انا بعطيك كيس ثاني، افرض راتب واحد، هذا راتبه الاصلي 10000، بعدين صار راتبه 11000. اوكي، سويت سيف بوينت رقمها ايه، اسمها ايه، ماشي. بعدين سويت 12000 صار راتبه 12000، سويتها سيف بوينت بي. بعدين 13000 سميتها سي. هلا انا باي لحظه ممكن اقول له رول باك تو اي او رول باك تو بي او رول باك تو سي، وضحت الصوره؟ فلما انا اسوي له رول باك تو بي راح يرجع لي هون حاله الداتا لهون، بعدين بسوي اخذ اكشن يا كومنت يا رول باك. طبعا بس في معلومه صغيره بدي احكي لك اياها، اذا انت سويت رول باك لاي اوكي، زي كانه بي وسي نهائيا ما انعملوا، فلما تقول له الرول باك لاي ما فيك بعدها تسوي تقول له رول باك لبي او سي. ليش؟ لانه خلص بعتبر انه انت هاي ترانزاكشن كلها ما سويتها، فبتكون السيف بوينت وبي وسي الاوراكل سيرفر سوالها ريليز من اول جديد، خلص انمحت. وضحت الصوره؟ طيب مره ثانيه، انا موظف الحاله البدائيه كانت 10000، سويت 11000 اي سيف بوينت اي، 12000 سويت تعديلات معينه صار 12000 سويتها بي، سويت 13000 سويتها سي. هلا في عندي يا انا ممكن ارجع ل A، يا ممكن ارجع ل B، يا ممكن ارجع ل C، يا ممكن ارجع للي فوق فوق. اذا بدي ارجع للي فوق فوق شو بسوي؟ بكتب بس كلمه رول باك، فبقول له رول باك بيرجع لل 1000، رول باك تو A بيرجع لمين؟ لل 11000، رول باك تو B بيرجع لل 12000، رول باك تو C بيرجع لل 13000. وضحت الصوره؟ واذا رجعت لاي رول باك معينه اللي تحت السيف بوينتس اللي تحتيها اوراكل سيرفر بيعتبرها انه زي كانه ما صارت نهائيا، وبشطبها من الحسابات وبشطبها من اوراكل سيرفر. اذا الموضوع جدا جدا بسيط. وضحت الصوره؟ طيب اذا هاي هي ثمنا شو معنى السيف بوينتس.